السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ جواد بالدحو من أسرة مكة الصيد في فرض الرياضيات الخاص بجدع المشترك العلمي حول الدوال العددي. إذا الفرض هو من إعداد أسرة مكة الصيد طبعا مقتطفات من الكتاب المدرسي. إذا هذا الكتاب المدرسي فيه تمرين شامل، إذا تمرين جميل، ولا يوجد خير من تلك التمارين المتداولة في الكتاب المدرسي نظرا لأنها تكون أحيانا مهملة، والإنسان ما كيبغيش يطلع على الكتاب وكيبقى يركز بزاف على التمارين الأجنبية وكيخلي ما هو قريب منه، وفجأة يجد تلك التمارين في الفرض. إذا الآن التمرين غادي تلقاه في أسفل الفيديو. نعتبر دالة عددية F لمتغير حقيقي X المعرفة بما يلي. إذا انتبهوا، عندي واحد دالة بهذا الشكل F لـ X كتساوي لي 3 ناقص 1 على X ناقص 2. إذا دالة بهذا الشكل، إذا بجادة هي أصلا ما عطاوش لنا على شكل AX زائد B على CX زائد D، عطوها لنا بجادة دالة. وليكن سي منحنى الدالة في معنى متعامد ومنظم او اي جي. السؤال الاول حدد مجموعة التعريف، سؤال بسيط. اذا السؤال نقول ان مجموعة التعريف هي ماذا؟ هي ان المقام يجب ان يكون يخالف الصفر. اذا باختصار يعني ان اكس ناقص 2 تخالف الصفر، واذا كان اذا لاحظوا اكس ينتمي الى الدي اف بحيث x ناقص 2 تخالف الصفر، اي x تخالف 2، وبالتالي مجموعة التعريف في هذه الحالة اما كنقولوا r باستثناء 2 او نقول df تساوي ماذا؟ ناقص ما لا نهاية الى 2 مفتوح اتحاد 2 مفتوح زائد ما لا نهاية. نتمنى اعزائي التلاميذ انكم تكونوا ما عندكمش مشاكل في مجموعة التعريف، وكنظن ان هذا السؤال الاول راه بسيط. السؤال اثنان، ليكن اكس واحد واكس اثنان عنصرين مختلفين من دي، باين ان اذا غادي نشوفوا هنايا، نحاولوا نمسحوا هذا الشيء باش نخليو بلاصه واسعه. اذا قال لك باين ان اف لاكس اثنان ناقص اف لاكس واحد على اكس اثنان ناقص x واحد تساوي واحد على بين قوسين x اثنان ناقص جوج عامل x واحد ناقص جوج. اذا باش نبينو ان هاد الطرف كيساوي هاد الطرف، بكل بساطة خصني نشد هادو ونعوضو. بشحال من واحد كيقول لي يا راه كنطبلوكا انايا في هاد البلاصة، ما كنقدرش نبين معدل التغيرات انه كيساوي واحد المجال معين. الامر بسيط، هنا يجب فقط ان تاخذ الامور بروية وما تنساش انه تبقى تركز على النتيجه اللي بغيتي توصل ليها باش تبقى تعرف ياش بغيتي توصل. حيت مثلا كاين اللي مثلا البسط ما خصو يمسوش وكيبقى ينشر فيه وداك الشيء، اذا خصك تبقى تركز الهدف ديالك اشنو باغي توصل. اذا عندنا اف لي اكس 2، يعني كنشدو ديك الداله اللي كانت عندي اللي هي 3 ناقص 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. طبعا خصك تقول لي ليكن اكس 1 واكس 2 من دي، بحيث اذا انت كتكتبها ليكن اكس 1 واكس 2 من دي بحيث اكس 1 تخالف اكس 2. اذا هنايا كنشدو هذه المساله هذه. اذا هنايا عندي 3 ناقص 1 على اكس 2 ناقص جوج، اذا كنشد هذه عوضتها بهذا ناقص، ما ننساش نفتح القوس اشحال واحد كيغلط هذه. اذا 3 ناقص 1 على اكس 1 ناقص 2، اذا ثم على اكس 2 ناقص اكس 1. اول حاجه انه خصني نتعلم من هاد الكسر الكبير باش ما نبقاش نعاني وانايا كنبين. اذا في هاد الحاله هاد الكسر كنحولو للضرب وكنديرو في المقلوب باش يولي عندي كتابه مسطحه، ثم ساتخلص في نفس الوقت من هذه الاقواس لكي احصل في نهايه المطاف 3 ناقص 1 على اكس 2 ناقص 2 ناقص مع 3 هي ناقص 3 ناقص مع ناقص هي زائد 1 على اكس 1 ناقص 2.
اذا كنديروا هذا الشيء كلشي في المقلوب، اذا في واحد على اكس اثنان ناقص اكس واحد. اذا لاحظوا هنايا هذه ديروا 3 مع ناقص 3، واذا كتمشي ليا وكيبقى ليا ناقص 1 على اكس اثنان ناقص 2 زائد 1 على اكس 1 ناقص 2. كنوحد المقامات هذا في هذا، نضرب هذا في هذا وهذا في هذا. الامر بسيط، لاحظوا اش غادي دير. اذا هنايا الامر بسيط، هنا بحال الا بغيت نوحد المقامات ملي كتكون عندي ا على بي ناقص سي على دي، فانها كتساوي ا في دي ناقص سي في بي على بي في دي. غير هنا سابقين لي ناقص وماشي مشكل. اذا لاحظوا هذا في هذا كنخلي هاد الناقص ها هو واحد في هذا زائد هذا في هذا اللي هو واحد في هذا، بلا ما ندير واحد اكس اثنان ناقص جوج، وهذا في هذا. اذا اكس اثنان ناقص جوج عامل اكس واحد ناقص جوج في واحد على اكس اثنان ناقص اكس واحد. اذا هنايا باش نتجنب عاوتاني نتوما راه غادي تعاودوا تكتبوها. اذا في هذه الحاله لاحظوا الى تخلصت من الاقواس غادي نحيد القوس، غادي نحيد القوس غتولي عندي ناقص هنايا وزائد هنا. طبعا هنا اقواس مسبوقه بعلامه زائد ما كيطراش مشكل. اذا زائد جوج مع ناقص جوج كطير. اذا اش كتبقى لي؟ كتبقى لي اكس اثنان ناقص اكس واحد. اذا بكل باختصار الى مسحت هذا الشيء كله غادي تولي عندي اكس اثنان ناقص اكس واحد، وعندي الحق انه سامبلي فيها مع هذه باش تشيط ليا في نهايه المطاف واحد على اكس اثنان ناقص جوج عامل اكس واحد ناقص جوج. نتمنى اعزائي التلاميذ انكم تكونوا فهمتوا مزيان كيفاش بينت هذا الامر بسيط. دائما كتشوف ليا شنو بغيتي توصل، كتلقى راسك انه خاصني نتهنى من هذا، يعني هذا البسط خاصني نوصلو لهذا باش نقدر نختزل عليه. اذا غادي ندوزو السؤال الموالي. اذا السؤال الموالي استنتج ان اف تزايدي على كل من المجالين ناقص ما لا نهايه جوج وجوج زائد ما لا نهايه. اذا مزيان غادي نقسم هنايا، ما ننساش ان معدل التغيرات عندي هو ماذا؟ هو اف لاكس اثنان ناقص اف لاكس واحد على اكس اثنان ناقص اكس واحد تساوي ماذا؟ تساوي واحد على اكس اثنان ناقص جوج عامل اكس اثنان عفوا اكس واحد ناقص جوج. اذا غادي نشوفوا في المجال اللي كنقلبوا عليه اللي هو جوج زائد ما لا نهايه. اذا غادي نشوفوا في المجال الاول جوج زائد ما لا نهايه. اذا هذا المجال اش كنقولوا؟ ليكن انتبهوا باش تعلموا التقنيه، ليكن اكس واحد واكس اثنان من هذا المجال، من المجال جوج زائد ما لا نهايه. اذا اشنو كيعني هذا؟ اذا كان اكس واحد كينتمي لهذا المجال فبالضروره سيكون اكبر قطعا من اثنان، واكس اثنان اذا كان من هذا المجال فبالضروره سيكون اكبر قطعا من اثنان. اذا اكس واحد ستكون اكبر من اثنان، واكس اثنان ستكون اكبر من اثنان، حيت كينتميو لهذا المجال يكون اكبر من جوج. انا بغيت نوصل لهذا باش نعرفوا كيفاش داير هنايا، واش موجب ولا سالب. اذا كدي جوج لهذ الجهه، لاحظوا باش نخرج هذا الشكل وهذا الشكل، اكس واحد ناقص اثنان اكبر من الصفر، واكس اثنان ناقص اثنان اكبر من الصفر. الجداء ديالهم هو اكس اثنان ناقص اثنان عامل اكس واحد ناقص اثنان اكبر من الصفر. الموجب في الموجب كيعطيني الموجب. اذا المقلوب ديالو اللي هو واحد على اكس اثنان ناقص اثنان عامل اكس واحد ناقص اثنان، فانه سيظل موجبا. عندكم شي واحد يقول واحد على زيرو يدير هذا الفضيحه هذه. اذا بمعنى انه اذا كان ثلاثه اكبر من الصفر فواحد على ثلاثه بالضروره سيكون اكبر من الصفر، ففي نهايه المطاف المقلوب سيظل موجبا. وبما ان هذا موجب فمعدل التغيرات موجب، يعني ان اف اكس اثنان ناقص اف لاكس واحد على اكس اثنان ناقص اكس واحد ستكون كذلك هي اكبر من الصفر، وبالتالي تزايدية. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان كيفاش لقيت هذه الطريقه. ديروا بوز سجلوا باش تفهموا اشنو درت.
هو هجين ما بين الدرس ديال الترتيب والعمليات، لذلك خاصكم تكونوا شادين لا باز. الا عندكم مشكله في ديك لا باز راه هنا كاينه المشكل، واش مفهوم؟ اذا نجيو للمجال الثاني اللي هو ناقص ما لا نهايه اثنان. اذا ناقص ما لا نهايه اثنان، طبعا ليكن اكس واحد واكس اثنان من ذلك المجال، من المجال ناقص ما لا نهايه اثنان. اذا طبعا بما انه من ناقص ما لا نهايه اثنان فبالتالي سيكون اكس واحد واكس اثنان، اذا في هذه الحاله سيكونان اصغر قطعا من اثنان. اذا اكس واحد اصغر من اثنان واكس اثنان اصغر من اثنان، كندي هذا لهنا وكندي هذا لهنا، هذا غادي تكون اكس واحد ناقص جوج اصغر من الصفر و اكس اثنان ناقص جوج اصغر من الصفر. عدد يعني بما ان يعني هذا ان اكس جوج ناقص جوج سالب و اكس واحد ناقص جوج سالب، والسالب في السالب راه كيكون موجب، وبالتالي هذا سالب اكس واحد ناقص جوج مضروب في عدد سالب اكس جوج ناقص جوج سيكون اكبر قطعا من الصفر. هذه الشيء راه باين. ثم المقلوب اللي غادي يكون بهذا الشكل، اكس واحد ناقص جوج عامل اكس جوج ناقص جوج سيكون اكبر قطعا من الصفر، ومنه فان هاد اف لي اكس جوج ناقص اف لي اكس واحد على اكس جوج ناقص اكس واحد اكبر من الصفر، وبالتالي تزايدية، وهنا نستنتج انه تزايدية في هذا المجال وهذا المجال. ما طلبوش مني انني نرتبها على شكل جدول، طلبوا مني فقط يا نبيا كنحترم السؤال ديالي ما نزيدش شي حاجة ما مطلوباش. مزيان، إذا هذه دالة تزايدية، إذا كنظن أنه الأمر واضح. نعم، إذا في هذه الحالة إذا ليكن بين أن سوى دلتا، إذا هنايا درنا هذا الشيء، إذا بين أن ليكن مستقيم دلتا ذات المعادلة إيكغيك تساوي 3 إكس ناقص 7، بين أن سوى دلتا يتقاطعان في نقطتين أفصلهما 7 على 3 و 3، الأمر بسيط، غادي نبينو جبريا، كيفاش؟ حنا عندي الدالة، أنا عارف أن الدالة إف لي إكس، إف لي إكس كتساوي 3 ناقص 1 على إكس ناقص 2. وعطيني واحد المستقيم معادلته إيكغيك تساوي 3 إكس ناقص 7. إذا متى يكون عندي تقاطع؟ عندما تكون لدي تساوي تلك الدالتين، بمعنى أن هاد إف لي إكس راه يمكن لي نرجعها إيكغيك، حيت إف لي إكس راه هي إيكغيك، وبالتالي أش كندير أنا؟ كنلاقي هذا مع هذا باش نعرف إمتى كيكون تقاطع. إذا التقاطع يحدث عند، لاحظوا، 3 ناقص 1 على اكس ناقص 2 تساوي 3 اكس ناقص 7. كنصدقوا كنحلوا في معادلة بسيطة، ما نساوش أنني حددت مجموعة التعريف سلفا اللي هي اكس تخالف 2. إذا كنوحد المقامات، لاحظوا ناقص 1 تساوي 3 اكس ناقص 7. إذا في هذه الحالة كنشر ناقص 6، 3 في ناقص 2 ناقص 6 معها ناقص 1، ناقص 6 ناقص 1 هي 7. نختصر، إذا عندي هنايا إكس ناقص 2 تساوي 3 إكس ناقص 7، كندي هذا لهنا، جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، ثم كنعاود عندكم شي واحد يزرب كنعاود نحط هذا هنايا، واش مفهوم؟ كنعاود نحطو هنايا، لاحظوا اش كيطرى ليا، 3 إكس ناقص 7 ناقص 3 إكس ناقص 7 عامل إكس ناقص 2. إذا في هذه الحالة هذه لاحظوا، إذا عندي هذا وهذا، يمكن لي نعمل به ويمكن لي نشر وندخل في معادلة من الدرجة الثانية. أنا هذه نعمل على 3 إكس ناقص 7 مش تجيني سهلة. إذا 3 إكس ناقص 7 عامل، إذا أشنو بقى لي هنايا؟ بقات لي 1 ناقص هذه،
اكس ناقص 2. اذا طبعا ما ننساوش ان المديت هذه لهاد الجهه كتبقى لها تساوي صفر تساوي صفر. اذا في هذه الحاله كتكون عندي 3 اكس ناقص 7 عامل واحد او عامل باختصار ناقص اكس. اذا هنايا غادي تكون عندي طبعا هنايا غادي تكون عندي ناقص اكس ثم زائد 3. غادي تكون عندي ناقص اكس زائد 3 تساوي صفر، بمعنى ان اكس هذا بمعنى ان 3 اكس ناقص 7 تساوي صفر، او ناقص اكس زائد 3 تساوي صفر، اي ان اكس كتساوي 7 على 3، او ناقص اكس تساوي ناقص 3، اي اكس تساوي 3. وما اذا هذا هو الحلين اللي هما 7 على 3 هو 3. اذا وبالتالي تاكدنا في هذا انهما في تلك النقطتين اللي هما 7 على 3 و 3. هادو هما النقطتين اللي كترى فيهم تقاطع تتاكد منه. اذا لننشئ المنحنى، اذا انا بغيت ننشا المنحنى، اذا قالوا لينا انشئ المنحنى سي والمستقيم دلتا في المعلم او اي جي. اذا عندي واحد المعلم باش ننشا المنحنى بكل بساطه خصني نرجع لديك الداله، ديك الداله مكتوبه ليا على شكل اف لي اكس كتساوي ليا 3 ناقص 1 على اكس ناقص 2. اذا حنا عارفين انه الى كتبنا، لاحظوا ان هذا الشكل الى انتبهنا مزيان فانها تساوي ناقص 1 على اكس ناقص 2 زائد 3. وبالتالي حنايا عارفين ان هنايا هاد النقطه هذه هو هاد الاحداثيات اللي هي الفا كتساوي 2 وبيتا كتساوي 3، نسميها مثلا اوميغا اللي هي 2 3، هي فاش كيطرى ليا الازاحه لذاك الهدلون، بمعنى انه بحال الا عندي واحد الهدلون هنا وتمت ازاحته الى هنا، واش مفهوم؟ ولكن يمكن ليا نستعمل تقنيه الازاحه، يمكن ليا نستعمل تقنيه اخرى هو انني كنلقيت عندي الفا وبيتا كتجي سهله بالازاحه بكل بساطه. حيت الازاحه اشنو هي؟ كتمشي كتبدل واحد الهدلون اللي هو ناقص 1 على اكس، كتصدق كتعذب هنايا وكترسب واحد الهدلون، واش مفهوم؟ طبعا هذا الهدلون سيكون تزايدي يعني بهذا الشكل، واش مفهوم؟ اذا تزايدي غادي نشوفوا الصور ديالو، ولكن كتمشي حتى كترسب الهدلون وكدير الازاحه بجوج ثلاثه، كتقلب على جوج ثلاثه وكدير الازاحه لذاك الهدلون الفوق. إذا كتصدق في واحد المسألة واحد استمرة هنايا بكل بساطة، أنايا تقنية بسيطة اللي علمتكم في الدروس هو كنمشي لهاد الإحداثيات ديال ألفا بيتا اللي هما لاحظوا. إذا هنايا كنمشي لهاد جوج ثلاثة، لاحظوا كنرسم أنايا واحد المعلم وهمي، إذا هو وهمي ماشي حقيقي باش يبان ليا كيتسموا المقاربات. إذا هاد المقاربات ديال لاحظوا هاد المقاربة ديال إكس كيساوي جوج و إكغيك يساوي 3، كنرسم هاد المستقيمين إكس يساوي جوج و إكغيك يساوي 3، إكس يساوي جوج راه موازي لمحور الأراتيل و إكغيك يساوي 3، هادو مقاربان يعني كيكون الهدلول كيدوز عليهم يعني مكيمسهمش غير كيقرب ليهم. بكل بساطة كنقلب على واحد الجدول ديال القيم. إذا أنايا كنمشي كندير واحد الجدول ديال القيم بسيط، إذا جدول القيم، جدول القيم، إذا إكس إف لي إكس، أو كنديرو إكس إكغيك باش تجيكم سهلة باش تعرفو شنو كنديرو، إكس إكغيك، إذا وكنبدا نقلب كنشوف إذا كان إكس يساوي صفر. إذا كناخذ شي قيم، كناخذ شي قيم أحسن فايتة جوج باش نقدر ندير المماثلة ديالها بكل بساطة. إذا القيم فايتة جوج هنايا مثلا من مورا جوج كنشوف عاوتاني 3 مثلا، إذا كانت إكس كتساوي 3 واش مفهوم؟ إذا شحال كانت غادي تساوي إكغيك؟ إذا غادي تساوي ليا 3 ناقص 1 على 3 ناقص 2، إذا 3 ناقص 1 على واحد يعني جوج. إذا النقطة الأولى هي 3 جوج، ها 3 ها جوج، ها النقطة
الأولى. شوفوا 4، إذا 4 3 ناقص 1 على 4 ناقص 2، إذا كتعطيني 3 ناقص 1 على 2، إذا إلى وحدت المقامات كتعطيني 6 على 2، إذا كتساوي لي 5 على 2، إذا 4 5 على 2، لاحظوا 4 5 على 2، إذا هانتوما ها 4 5 على 2 هي جوج جوز، إذا هنا وشوفوا، إذا طبعا هنايا كيبان لي أنه واحد الهدلول، أنا فقط راه رسمت غير نقطتين، نتوما كتعتبروا بزاف النقط، واحد الهدلول داير بهذا الشكل هذا تقريبا، وكيكون المماثل ديالو إذا في هذه الحالة هذه طبعا بالتماثل المركزي، إذا هذه شوفوا هنايا كاينة نقطة هذه تكون بهذا الشكل. طبعا التماثل المركزي بالنسبه لديك النقطه الجديده، وشوفوا ماشي عاوتاني تعتقدوا ان هاد الداله راه فرديه، شوفوا شحال واحد كيمشي غلط، طبعا كتكون عندي نقطة هنا، وبالتالي كيكون عندي واحد الهدلول بحال هاد الشكل، كأنه هدلول تمت إزاحته، كان عليه يكون هنايا ولا ليا الفوق، وشوفوا طبعا نتوما شفتوا في القسم أنكم كترسموا واحد الهدلول في هنايا، وكترسموا ليا متجهات الإزاحة لو فيكتور دو ترونسلاسيون، بالنسبة للناس اللي كيقراو الجدع المشترك العلمي فيكتور دو ترونسلاسيون، وثم كديروا واحد ترونسلاسيون لهاد ليبربول هذا وكيطلع الفوق، وبالتالي كتلقى راسك انه رسمتي هدلولين في تمثيل واحد، وكيولي الشكل شويه ما لا يرق لهذا، تلك الحاله تلك طبعا تلك الطريقه انك ترسم جوج هدلولات وتصدق راسو ليا فراشات في داخل داك المعلم تماكين، اذا في هذه الحاله كنجيو ديريكت. طبعا اذا بغيت نمسح عليا هاد المقاربه لا يمكن لي نمسحهم، بغيت نخليهم راه كنخليهم طبعا نحاول شويه نقادو هذا فقط لي ربح الوقت، ما خدمتش على النقط، هو كدير بحال الا غادي كيقرب ليه ولكن ما عمرو كيمس هذا الخضر هذا، بغيت نمسحو هذا راه نمسحوه، بغيت نخليوه راه نخليوه، نحاولوا شويه نقادو هاد المسائل التقنيه وهكذا على اي شكل تقريبي. طبعا نتوما راه بيديكم ديروا بزاف في الجدول ديال القياس، بزاف ديال القياس باش ترسموا الشكل على حق وطريقه. نعم اذا الان ملي درت هنايا طلبوا مني نرسم حتى داك المستقيم ديال ايكغيك كتساوي ليا 3 اكس ناقص 7، اذا سهل هذاك، اذا نمسحوا هنا شويه، اذا هنايا اشنو مطلوب مني هو ايكغيك تساوي إيكغيك تساوي 3 إكس ناقص 7، إذا هنايا بكل بساطة أعتبر نقطتين، أنا أصلا عندي واحد نقطتين ما عليناش، إذا نديرو نقطتين، إذا هاد النقطتين هما إذا كانت إكس تساوي 0 فإيكغيك تساوي ناقص 7، إذا 0 ناقص 7، ثم عندي إذا كانت إكس تساوي 1 ف 3 ناقص 7 فإن إيكغيك تساوي ناقص 4، 1 ناقص 4، إذا ها النقطة الأولى 1 ناقص 4، ما تنساش أن خصو تجي ليا داك الشيء منطقي، أنه ما تنساش أنه كيتقاطع ليا مع 7 على 3 و 3، 7 على 3 هي تقريبا 2 شي حاجة، و 3 ها 3 يعني خص المستقيم يدوز ليا هنا حتى هو، و 7 على 3 شوفوا حنايا واش داك الشيء منطقي، اذا ده منطقي جدا، اذا استعملوا لونا اخر، لاحظوا داك الشيء منطقي جدا جدا، اذا ها انتما وصلت المستقيم ولقيتو فعلا كيقطع ليا الهدلول في 7 على 3 اللي هي 2 فاصله شي حاجه، وفي 3 لاحظوا ها 3
وهنايا غادي تكون 7 على 3 ها 3 وهاد البلاصه هي 7 على 3 يعني داكشي جا هو هذاك. طبعا راه ما تنساش انه ملي كيعطيك نقطه في التقاطع كتحاول ترجع الريفيرونس باش تعرف راسك واش خدام مزيان ولا داير شي شلاضه تما. اذا هنايا في هذه الحاله رسمناهم قال لك حل ببيانيا المتراجحه اف لي اكس اصغر من 3 اكس ناقص 7. بسيط بسيط جدا جدا. اذا اف لي اكس اف لي اكس طبعا اف لي اكس اصغر من 3 اكس ناقص 7. اذا متى يكون اذا في هذه الحاله كنقلبوا هذه رسمت المستقيم كنقلبوا متى يكون المنحنى اسفل المستقيم اسفل المستقيم. كنلاحظوا انه هذه البلاصه فانه اعلى المستقيم. هذه البلاصه هذه هذه البلاصه الكحله جات فوق المستقيم ولكن هذه البلاصه لاحظوا ها هو المستقيم هذا جاو ليا تحت منه. باش نشرحوا اكثر حيت كاين اللي ما كيفهمش هذه المسائل هادو. اذا لاحظوا هذا المستقيم يقسم لي المستوى الى مستويين مستوى اعلاه ومستوى اسفله. نحن نبحث متى يكون المنحنى اسفل المستقيم. كنلقاو انه اسفل المستقيم في هذا المجال غادي ندير هذا الجزء مخدش باش يبان لكم الى اخره في الفيلي. وكذلك في هذه البلاصه هذه اللي هي صغيره ما كتبانش لكم ضيقه وشوفوا. اذا في هذه الحاله اش نقولوا؟ كنقولوا ان مجموعه الحلول هي شنو؟ طبعا هنايا راه قال لك حل ببيانيا مجموعه الحلول جوج راه غير معرف عليه. اذا مفتوح ما بين جوج و 7 على 3. اذا مفتوح جوج 7 على 3 اتحاد اتحاد شنو؟ اتحاد 3 زائد ما لا نهايه. اتحاد 3 زائد ما لا نهايه. لاحظوا من جوج هاد البلاصه ما نساوش هاد البلاصه راه اعلى المستقيم ما نقدروش نحسبوها يعني حدها جوج. من جوج حتى 7 على 3 اتحاد 3 حتى بليس لانفيني. اذا طبعا تالا هنايا قالوا لنا اصغر قطعا داكشي علاش درت 3 مفتوح. درت 3 مفتوح لو انه كان عندي اصغر او يساوي كنت غادي نغلقوا على 7 على 3 ونغلقوا على 3. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هذه الفقره هذه. اذا نعتبر داله جي للمتغير الحقيقي اكس المعرفه بما يلي. اذا عندي جي لي اكس جي لي اكس كتساوي لي القيمة المطلقة لثلاثة ناقص واحد على إكس ناقص جوج. يعني شدوا لي هذيك الدالة وداروها كلها داخل القيمة المطلقة ماشي داروا جزء بلا داروها كلها. إذا قالك حدد مجموعة تعريف الدالة جي مزيان. إذا رغم وجود هذه القيم المطلقة فهي لا تؤثر فبالضرورة الشرط الأساسي أن البقاء دائما يخالف الصفر وبالتالي أقول دي جي هي نقول أن إكس نقول ان بكل اختصار اذا في كتابه اخرى ان اكس ينتمي الى دي جي بحيث ماذا؟ بحيث اكس ناقص جوج تخالف الصفر. لا ميم شوز انه هنايا دي جي كتساوي ليا ار استثناء 2 بحال دي اف. واش مفهوم؟ بحال دي اف. انشئ المنحنى سي الممثل لجي في المعلق او اي جي مزيان. هذا سؤال مهم بزاف. سؤال فيه ما يتقال سؤال يعني فعلا في الصميم انه كيفاش يمكن لي نبدل هذه الداله. انا اعلم ان هذه الداله هي ماذا؟ هي تشبه الداله اف لي اكس الا ان صورها دائما موجبه. يعني ملي كدير القيمه المطلقه ديال هذا الشيء يعني دائما موجبه. لاحظوا ملي رصدت انا اف كاينين شي بلايص موجبه وشي بلايص تحت المحور الافاصيل كتسمسها سالبه. اذا باش يبان لنا اكثر باش يبان لنا اكثر خصني نمسح هاد الاضافات اللي زايدين هنا. غادي نمسح هاد المعلم الوهمي باش يبان لي اكثر. واش نعرفوا شنو كديروا اعزائي التلاميذ انا وشحال من واحد كيلقى مشاكل كيقول لي لا راه انا كنتعقد بالقيمه المطلقه والى اخره. داكشي بسيط جدا. اذا غير خاصك تعرف تحلل يكون عندك بعد تحليلي. لاحظوا هذا هو التمثيل ديال اف لي اكس. حيدنا داك المعلم الوهمي حيدنا كلشي. اذا هنايا ما نساوش انه كاين جوج
وهنا واحد، وبالتالي هذا هو اف لي اكس. اذا اف لي اكس هناك، لاحظوا محور الاراتب، هناك قيم موجبه وقيم سالبه، ولكن شدينا هذيك الداله درناها كلها داخل داخل القيمه المطلقه، وبالتالي بمعنى ان صورها دائما موجبه. لاحظوا هنا ماشي مشكل، هذا كيشبه جي دي اكس، هذا جي دي اكس، ولكن هذه البلاصه هذه ما خصهاش تكون. علاش؟ لانها صورها سالبه والقيمه المطلقه دائما موجبه. اذا هذه البلاصه اللي نزلت تحت محور الافاصيل كنديروا ليها رسم مماثل لها بالنسبه لمحور الافاصيل. اذا كنديروا ليها مماثل لها بهذا الشكل تقريبا، هو طالع يعني كنديروا التماثل ديال هذه الهبطات لهنايا، كتكون بحال هكا تقريبا، بحال الا ماشي مستقيم، بحال الا غاديه ولكن ما كتوصلش جوج، تقريبا غاديه مايله شويه. اذا كنرسموا المماثله ديال هذه، وشوفوا وهاد البلاصه كنحذفوها. هذا دابا هو جي لي اكس، يعني لاحظوا هدول بحال هكا، لاحظوا هذيك البلاصه اللي كانت نزلات ما هاديش ترسم، هادي رسموها طالعه للفوق مماثله لها، حيت هذوك الصور كلهم اللي كانوا سالبه كيوليو صور موجبه. وهذا هو التتمه ديال هاد الداله هادي، وكنسميها جي. اذا هذا هو السي لي جي، عفوا اذا السي لي جي، او ما عفوا سموها في التمرين سي بري، ما عنديش. اذا حدد حسب قيم العدد الحقيقي إن عدد الحلول حسب. إذا في هذه الحالة الأمر بسيط، إذا هنايا داك إم هو عدد متغير بارامتري، في هذه الحالة هنايا عندي جي لي إكس كتساوي ليا إم. ما معنى جي لي إكس كتساوي ليا إم؟ يعني واحد المستقيم بحال إلا قلتو هذا راه طالع إلى ما لا نهاية، إذا بحال إلا قلتو لي واحد المستقيم كيتسارى كي بحال الا قلت واحد المستقيم افقي كيدوز كارير على هذا المنحنى طالع هاوت كيدوز، يعني حيت هو ايكغيك تساوي ام، تقدر تكون ايكغيك تساوي واحد، ايكغيك تساوي جوج، ايكغيك تساوي ثلاثة، ايكغيك تساوي أربعة، يعني المستقيم افقي كيدوز. اشنو كنديرو حنايا؟ كنشوفو عدد الحلول، مثلا ملي كيكون جايب من الفوق شحال بحال كيكون؟ كيكونو جوج، علاش؟ حيت كيقطع ليا المستقيم في حلين. اذا نتمنى الناس اللي يشوفوا الفيديوهات ديال التمارين الاخرى يفهموا. الى هبط شويه دائما حلين، الى هبط هنايا حلين، هنا حلين، وهنا كذلك حلين، وهنا لاحظوا راه حلين. اذا دائما حلين، اثنين هذا راه ماشي مستقيم، راه غادي وكيطلع. اذا كيكونوا كيبان لك انت راه ربما يكونوا مجموعه ديال الحلول كثر، لا راه هذا راه هدول غادي وكيطلع بشويه، داكشي علاش دائما هناك حلين اثنين في كل، فما دام ام اكبر من الصفر. اذا اش غادي تقول؟ اذا كان ام اكبر من الصفر هناك حلين، لماذا؟ لان المستقيم ايكغيك يساوي ام يقطع المنحنى السي اف في نقطتين. إذا كان إم أصغر من الصفر، إذا كان إم أصغر من الصفر، إذا في هذه الحالة ما نساوش إذا كان إم يساوي صفر، إذا كان إم يساوي صفر هي هذه البلاصة هذه، هناك حل واحد، حيت كيدوز غير في هذه المقيطة هذه، إذا حل وحل واحد. إذا عندما ينزل إم إلى تحت، ملي كيدوز هنا ما كيلقى كاع المنحنى، وبالتالي وبالتالي لا يوجد حل. اذا نتمنى، اذا هنايا ماذا؟ ما هو حل واحد في هذه الحاله. راه في هذه الحاله عندي هذه البلاصه اللي هابط معاها من 7 على 3 تقريبا، هابط حتى كيقرب هنايا وكيطلع للفوق. اذا في هذه البلاصه هذه هي اللي كنديروا فيها حنايا التماثل. اذا هنايا كيكون الامر بسيط جدا، انه كتحدد ليا متى يكون حلين حل واحد. ما يمكنليش انا نحدد هاد الحلين هادو لانهم متغيرين، ما يمكنليش تقول اذا كانت ام تساوي 7 هاد الحل وهاد الحل، واذا كانت ام كذا، ما يمكنش. شحال خاصك هنايا باش تبقى تقلب نتايا
متى يكون حلين ومتى يكون. اذا في هذه الحاله كتبقى غادي مزيان، ولكن لو انه عندي شي حاجه واضحه غادي نقولها. ربما هنايا فاش عندك تقاطع نقطه واحده، لانه ام يساوي صفر، يعني كيكون الهود لون داير بحال هكا. لاحظوا اذا جاني الهود لون انايا طالع الفوق وجاني تقاطع ليا فواحد البلاصه هنا، هذيك البلاصه اللي تقطع ليا درت فيها التباتل، وبالتالي هنا يكون لدي حل واحد. اذا هذا الحل، اذا فهذا الحل هذا ديال الحل الواحد يمكنك تحديده جبريا. عندك ام تساوي صفر بكل بساطه، اذا راك تحط المعادله اللي هي اف اللي عندك جي لي اكس وكتشوف تساوي صفر. اذا في هذه الحاله عندك القيمه المطلقه 3 ناقص 1 على اكس ناقص 2 تساوي صفر. طبعا بمعنى القيمه المطلقه تساوي صفر يمكن لك تحيدها لانها بحال بحال، ثم كتدي لهذ الجهه بحال انك تحل المعادله ناقص 1 على اكس ناقص 2 تساوي ناقص 3، كنحيدو هذه. اذا في هذه الحاله 1 تساوي 3 عامل اكس ناقص 2، 1 تساوي 3 اكس ناقص 6. اذا كنبحثو على اكس معادله من الدرجه الاولى ولا اسهل، اذا هنايا 1 6 كتمشي لهنا 7، وبالتالي اكس كتساوي ليا 7 على 3، هي فعلا كتجي ليا في هذه البلاصه اللي كيتقطع فيها داك الايكغيك. اذا هنا 7 على 3. وبينه باختصار نقول عندما يكون ان يساوي صفر هناك حل واحد هو 7 على 3، بينما باقي الحلول لا يمكنك استنتاجها اذا لانه متغيره وشوفوا غير مضبوطه. اذا مزيان ننتقل الان الى التمرين التالي من الفرد. نعم اذا الان غادي نشوفوا التمرين التالي لتكون اف و جي دالتان عدديتين للمتغير الحقيقي اكس المعرفه بما يلي. اذا اف لي اكس كتساوي ليا 2 اكس اس 2، جي لي اكس كتساوي ليا 2 لي اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 3. اذا حدد العددين الحقيقيين الفا و بيتا 100% جاكم هذا التمرين سهل. اذا بحيث الشكل القانوني للجي لي اكس 2 اكس ناقص الفا و كاري زائد بيتا. اذا باش نلقاهم بكل بساطه ما نبحمش راسي انايا باش نلقى الذهب بهذا الشكل، فإما الفا تساوي ناقص بي على 2 ا، إذا ناقص بي هي 4، 2 ا هي 4 تساوي 1، أما بيتا فهي الصورة ديال الفا اللي هي اف لي الفا بمعنى تساوي اف لي 1، إذا 2 في 1 هي 2 ناقص 4 زائد 3، إذا 2 ناقص 4 ناقص 2 ناقص 2 زائد 3 هي 1. اذا وبالتالي اذا عفوا كنا هنايا عندي 2 نعم ناقص 4 هي ناقص 2 زائد 3 هي هذيك. اذا نعاودو نتاكدو نعم تساوي 1. اذا في هذه الحاله لننشئ المنحنى، اذا سي اذا سي لي اف في معنى متعامد مبدل، حنا عارفين ان اف لي اكس كتساوي 2 اكس اس 2، عارفين انه اذا كان ا موجب ليه هو 2 فانه سنجم نحو الاعلى، وبالتالي يكفي فقط انه ندير غير جدول القيم بسيط. اذا اشنو كنقول فيه؟ كنقول فيه انه اذا كانت مثلا اكس كتساوي ليا، اذا كانت اكس كتساوي ليا 0 فان جا اف لي اكس كتساوي صفر اللي هي إيكغيك، إذا هاد النقطة هي. إذا كانت إف كتساوي 1 فإن 2 في 1 هي 2، إذا لاحظوا 1 2، إذا كانت إكس كتساوي 2، 2 أس 2 4، 4 في 2 8، إذا 2 إذا كنطلع الفوق كاينة في شي بلاصة، وبالتالي في الفوق، إذا وبالتالي كيكون عندي واحد الشلجم بحال هكا. وكيكون عندي متماثل اذا تقريبا، اذا عندي هنايا 1 2 اذا ناقص 1 حتى هي تكون 2، اذا طبعا بهذا الشكل. داكشي علاش خصنا نبقاو ناخذو قيم صغار بحال 0 1 على 2 1 3 على 2 الى اخره. اذا هادو هما القيم اللي غادي يساعدونا باش نرسمو شكل دقيق. هذا شكل فقط سريع، نتوما راه عارفين تبدلو شلجم على شكل ا اكس وكار. إذا حدد التحويل الهندسي الذي يمكن من الاستنتاج هو الحالة سي جي انطلاقا من الحالة سي اف. إذا حنايا عارفين أن هذه الدالة هي هذه
هذا الشكل التمثيل ديال هذا هو التمثيل ديال هذا، ولكن يتم ازاحته بمتجهات معينه. هذه المتجهات الازاحه مثلا نسميوها اي، هي ماذا؟ احداثيات ديالها الفا بيتا. اذا هاد اي حنا راه لقينا الفا شحال؟ لقينا واحد، وبيتا واحد، وبالتالي هذه المتجهه سيتم ازاحتها في هذه النقطه واحد واحد، وبالتالي سيكون لدي نفس الشرجم ولكن يتم ازاحته هنا. مثلا هاد النقطه هذه، اذا لاحظوا هاد المتجهه دارت حتى لهنا، اذا بالتالي هاد النقطه هذه تولي ليا هنا، وشوفوا، وبالتالي انايا كندير ازاحه ديال مجموعه ديال النقاط وكنلقى واحد الشرجم اخر تكون ليا هنا. او بامكانك ببساطه كتستغل هاد النقطه اللي خرجت ليا ديال الفا بيتا وكترسم كما وريت انايا المعلم الوهمي. اذا هو خير طريقه، اذا خير طريقه. اذا في هذه الحاله كنجي هنايا بكل بساطه و كندير انايا مثلا هاد القيم اللي كاينين هنايا. اذا باختصار انه هنايا نقدر نلقى الصور اللي فوق اللي مورا واحد، مثلا جوج كنعوضها هنايا وكنحسب الجيلي جوج جيلي ثلاثة الى اخره. مثلا جوج هي شنو؟ هي جوج اس 6 هي 4، 4 في 2 8، جوج في 4 8، 8 ناقص 8 0، وكتبقى ليا تالا 3. اذا في هذه الحاله، اذا الصوره ديال جوج هي 3، ها جوج هي 3، تبالي تفاش جاتني ديك النقطه ملي درت ليها الازاحه. وباختصار اذا كدير عاوتاني شرجم اخر، ديرو باللون الاحمر شرجم بهذا الشكل هذا، وكنديرو المماثل ديالو. اذا هذا هو هذا الشرجم، هذا هو السي جي، والاسود هو سي اف. بكل بساطه تمرين خفيف. اذا باستعمال منحنى سي لي اي، اذا هنايا حدد التحويل، اذا حولنا حنايا وبدلنا سي لي اف هو سي لي جي في المعنى او اي جي. نتمنى اعزائي التلاميذ انكم تكونوا استفدتم معنا في هذا الفرق. دمتم عافيه اعزائي التلاميذ، السلام عليكم.